Аллилуйя, пшилья, хва, вошляу. Шлам амхон. Амма амруха. Уингалюм каддишат марани шом шиха карзуфа. قال الرب متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته القديسين معه فحينئذ يجلس على عرش مجده ويجتمع أمامه كل الأمم فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء ويقيم الخرافة عن يمينه والجداء عن يساره حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي ارثوا الملك المعدى لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني غريبا كنت فأويتموني عريانا كنت فكسوتموني مريضا كنت فزرتموني ومحبوسا كنت فأتيتم إلي حينئذ يقول له أولئك الصديقون يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فأجاب الملك وقال لهم الحق أقول لكم كما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي أيضا فعلتموه وشوحا لا لها من عيد شوحا لم شيحا مارا صباح الخير. بالإنجيل اللي صليناه اليوم من إنجيل القديس متى فصل 25 نشوف ربنا يسوع المسيح يقول تعالوا يا مباركي أبي رث الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم رث الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم. أكيد هدف كل إنسان مسيحي معمد بأنه هو يرث الملكوت السماوي، بأنه يعيش الملكوت السماوي. يمكن نسأل نفسنا شنو هو الملكوت؟ لما نكون إحنا بحضور كامل مع الله. نشوف أول بشارة سواها ربنا يسوع المسيح في الجليل، قال توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. توبوا يعني تغيروا، تحولوا من حالة إلى أخرى، من حالة الخطيئة إلى حالة النعمة. ملكوت السماوات هو حاضر، لأنه بتجسد ربنا وإلهنا يسوع المسيح من السماء على الأرض أنطانا هاي النعمة بأنه نعيش الملكوت. دائما الملكوت من ذاك الوقت يسوع كان موجود وتجسد على الأرض إلى وقتنا هذا، في بعض الأحيان نتخيل الملكوت هو منصب، نتخيل الملكوت هو فد شيء يصير عندنا نتيجة أعمال نقوم بها. ولهذا نشوف أم يعقوب ويوحنا أولاد زبدة تسأل الرب يسوع يا رب خلي واحد من أولادي يجلس على يمينك والأخ عن يسارك في ملكوتك. وأيضا بعد قيامة ربنا يسوع المسيح مثل ما نصلي بأعمال الرسل ويسوع يأخذ التلاميذ حتى يصعد إلى السماء، مار بطرس يسأل الرب يسوع يا رب أفي هذا الزمن تعيد الملك لإسرائيل؟ فنشوف هنا مفهوم بأنه هو منصب، هو مكانة، هو نتيجة فتشي إحنا نقوم به. بينما يسوع ملكوته هو روحاني، هو إلى الداخل. ولهذا يسوع دائما يحثنا بأنه ندخل إلى أعماق قلبنا، إلى أعماق قلبنا، يركز على الداخل ما يركز على الخارج. من القلب تطلع كل شيء، مثل ما نصلي بإنجيل متى يسوع يقول لنا فصل خامس من القلب حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. الملكوت لما مثل ما ذكرنا بأنه لما إحنا نكون في حضور دائم مع الله، لما الرب يشاركنا أفكارنا، لما إحنا نعطي مجال للرب بأنه أفكارنا يتشارك هو بيها، كلامنا يتشارك به، أفعالنا يتشارك به.
إذا نتخيل هذا الشيء بأنه كل كلمة وكل فكرة وكل فعل إحنا اليوم يسوع هو موجود به، هو هذا الملكوت، وهذا الشيء اللي إحنا مدعوين إلى كمعمدين. ولهذا بالإنجيل اللي صليناه اليوم يسوع يقول رسل الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأنه هو يريد ينطينا هاي النعمة اللي إحنا شركاء بها. ومثل ما نصلي بإنجيل متى يقول لا أدعوكم عبيد بل أبناء، والابن إحنا أولادنا هو شركاءنا بكل شيء، شركاء بالبيت بالشغل بالنعمة بالشكل بكل شيء. إحنا مو مجرد خدم نسوي الواجب اللي علينا، وإنما إحنا بنكمل الرسالة اللي انطانا إياها ربنا يسوع المسيح. يمكن رسالة ربنا يسوع المسيح هي كلش كبيرة كلش عظيمة، ننظر لنفسنا ونقول شو نحن نسويها؟ إحنا ضعيفين، إحنا عندنا خطايا، عندنا المحدودية مالتنا. بس يسوع يقول بإنجيل يوحنا لا تخافون، إيش راح تتكلمون، إيش راح تسوون، أنا أنطيكم الروح القدس، الروح المعزي، هو يكون وياكم، هو اللي يتكلم من خلالكم. بس على شرط أول شيء يكون عندنا إيمان بالروح القدس بالرب يسوع المسيح. ثاني شيء ننطينا مجال، الروح القدس روح الله ما يفرض نفسه على أي واحد من عندنا. ولهذا بإنجيل متى نصلي يسوع يقول إن اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتحوا لكم. ما يفرض علينا هذا الشيء. ونشوف أيضا بالمثل، مثل ابن الضال أو ابن الشاطر أو الأب الحنون مثل ما نسميه بإنجيل لوقا، الابن الصغير لما يطالب أبوه بأن يأخذ حصته من الميراث، يعني كأنه قتل أب إب أبوه قتله، ويأخذ ويروح، الأب ما مانع، لأن الله منطينا في شيء كلش مهم اللي هو الحرية، الحرية بأن إحنا نأخذ القرار لحياتنا. شريد نكون؟ نريد نكون صورة الله أو صورة العالم؟ هو اختيارنا إحنا اليوم، نجي للكنيسة أو ما نجي، نكون مسيحيين أو ما نكون. ونشوف الأعمال اللي يسوع دي يتكلم بها بهذا الإنجيل اللي صلينا اليوم، أعمال يمكن كلنا نقوم بها. منو ما يساعد فقير بالأكل أو بالشرب أو باللبس؟ منو ما يزور مريض أو إنسان بالسجن؟ كلنا نسويها. بس أكو فشي مهم ويا هذا ويا هاي الأعمال اللي هو المحبة. مار بولس يقول إذا عندي أنا كل الإيمان بأن أنقل جبال، أتكلم بلغات، أصنع معجزات، وليس لي المحبة فما أنا إلا بنحاس يطن أو صنج يرن. ويوحنا في رسالته يقول الله هو محبة، من لا يعيش المحبة لا يعرف الله. يسوع هو محبة، والمحبة محبة يسوع لكل واحد من عندنا هي مجانية، هي بدون حدود، هي تغفر، هي السامح، هي كل هاي الأشياء مثل ما نصليها برسالة مار بولس. فأم ويا هاي الأشياء اللي نقوم بها إحنا، نساعد فقير أو نزور مسكين أو مريض، محتاجين نقدم يسوع وياها. هو هذا الملكوت. إحنا نصلي اليوم تذكار جمعة الموتى المؤمنين، المؤمنين على هذا الإيمان، المؤمنين اللي عاشوا سر الملكوت في حياتهم الأرضية الزمنية على 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 رجاء القيامة وعلى رجاء الملكوت السماوي. ولهذا احنا نقول انتقل الإنسان للحياة الأبدية من الحياة الزمنية. الله انطانا هاي النعمة بأن نكون معمدين، نكون هياكل للروح القدس مثل ما يقول مار بولس، بأنه نكون أبناء إلى نعيش هاي الرسالة، بأنه نكمل الرسالة اللي بدأها ربنا يسوع المسيح على هاي الأرض خلال فترة زمنية معينة لكل واحد من عندنا، 10 سنين يعيشها، 30 سنة، 100 سنة، هي رسالة. فحياة الإنسان هي لا تقاس بالسنين وإنما كمعمدين، وإنما تقاس مدى الحب اللي نعيشه مع ربنا يسوع المسيح، مع
مع ربنا وإلهنا، وهذا الحب اللي نحوله إلى محبة مع الآخرين، اللي من خلال أعمال المحبة عن طريق الفكر والكلام والأعمال راح يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح في كل وقت وكل زمان. فنصلي في هذا اليوم من أجل موتانا اللي انتقلوا الحياة الأبدية، نصلي من أجل واحد للثاني حتى إحنا نعيش رسالتنا كمؤمنين مسيحيين معمدين في هاي الحياة، حتى الرب ينور قلوبنا وعقولنا نعيش هذا الملكوت السماوي في حياتنا الزمنية، على رجاء نعيش مع ربنا يسوع المسيح مع كل اخوتنا اللي انتقلوا الحياة الأبدية. آمين.